قمة مشتعلة ومثيرة قبل بدايتها، تلك التي تجمع بيراميدز بالأهلي ليلى. ما يزيد من اشتعالها وترقبها هو مشهد المواجهة، مواجهة رباعي نجوم الأهلي السابقين لفريقهم القديم بقميص الغريم الجديد، القميص الأزرق لبيراميدز. لم يكن يتخيل جمهور الأحمر في وقت سابق أن يظهر فريق مصري غير منافسه التقليدي زمالك قادر على حرمانه من أبرز نجومه. هناك من كان يؤمن بأن اللعب في مصر بقميص الأهلي هو أقصى طموح لأي نجم. تلك الصورة الذهنية المترسخة لدى البعض حطمتها الصفقات الأربعة التي أبرمها ذلك الفريق حديث العهد بضم عبدالله السعيد قبل عامين، ثم ثلاثي رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي مطلع الموسم الجديد. ورغم أن الفريق الأحمر نفسه ضم بين صفوفه محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز السابق الذي كان بطلا لمشهد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قبل شهرين من الآن، لكن ذلك لا يشفع لبيراميدز لدى بعض من جماهير الأهلي المحتقنة من كواليس رحيل عدد من نجوم الأحمر. مواجهة اليوم تحمل حسادات خاصة للجماهير ولصفقات بيراميدز أيضا، تحد غير معلن بين من يحاولون إثبات وجهة نظرهم بأن كل الخارجين من جنة الأهلي لن يفلحوا أبدا، وبين لاعبين اختاروا الطريق الأصعب تحت مظلة جديدة بعيدا عن كل الدعم الذي لاقوه بالقميص الأحمر في سابق عهدهم. لغة الاحتراف التي قضت على كل مشاعر العاطفة أو الانتماء في العصر الحالي. لكل الحق في اختيار وتقرير مصيره، ولكن من الصعب إقناع الجماهير العاشقة لأي ناد في العالم بتجاوز الماضي أمام نجوم طالما هتف بأسمائهم، ومن هنا تأتي الإثارة قبل قمة الليلة المرتقبة.